وفي مبادرة آدم للتوبة أيضا عبرة، وبين الله جل وعلا أنها منة من عند الله. في هذا الموضع قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي موضع آخر قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هو التواب الذي يقبل التوبة، والرحيم من رحمته أنه يجتبي عباده للتوبة ويوفقهم إليها. فقد اجتبى آدم ووفقه التوبة وألهمه ما يقوله فيتوب به، وهذا قد جاء مصرحا به في سورة الأعراف. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الآية تدل على نوع من أنواع التفسير، وهو من أحسن أنواع التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. هذه الآية تفسر ما أجمل في قوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أيضا يدل على بطلان الحديث، وهو باطل وموضوع، أن آدم عليه السلام عندما أراد أن يتوب لله جل وعلا قال: اللهم أسألك بحق محمد أن تغفر لي. وفي هذا الحديث مخالفة لهذه الآية، لأن الله جل وعلا صرح بما قاله آدم وزوجه حواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الحديث قد ذكره أهل العلم في الموضوعات فيما وضع مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن بعض الجهال وضعه مضاهاة للنصارى، لأن النصارى في عقيدتهم أن عيسى عليه السلام غفرت به ذلة آدم وغفرت به خطايا الخلق، وأنه صلب وقتل تكفيرا لذنوب آدم وذريته. وهذا باطل، لأن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وآدم عليه السلام قد تاب من ذنبه واستغفر، فكأن البعض أرادوا أن يفتخروا على النصارى في قولهم أن عيسى غفرت به زلة آدم أو زلة آدم، فقالوا إن محمدا قد غفرت به زلة آدم، ودعا الله وقال: أسألك بحق محمد أن تغفر لي. ولكن هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن الكلمات قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.